الطفله اللي يسبوا فيها الناس كل على الفيسبوك على خاطر وعلى لي ريزو سوسيو على خاطرها قالت كلبتين وكلها كيلو طماطم ب 2000 فرنك وكلزم وكلها كيلو طماطم 100 دينار يمنيش في الناس الفقراء يجعملوا شوربه والعباد شوكي كيفاش كلبتها تاكل في كيلو طماطم ب 100000 وكيفاش العباد ميته بالشر وقاعده تحرق شوكي من كيلو طماطم ب 100000 ب 2000 وما كومش شوكي من كلبه تاكل في الطماطم كلبه تاكل في تيكتاتسي كي سمعوا كلبه تاكل في الطماطم عملوا اضراب جوع نهارين نجيب لهم في السردينه واللحمه ويعملوا كلبه تاكل في الطماطم عليه عندك كلبه عندها انفصام في الشخصيه تخير روحها فكرون عندك فكروني هبه في الدار عندك ارنب ما نعرفش ياكل في الكانيشه ما نعرفش عندك كلبه فيجيتاريان تطورت ياسر وزحكوني وينو في الحكايه كلبه تاكل في الطماطم يزحكوني ما عملتلناش احصائيات بربي يزحكوني قداش من الكانيشه دخلت لك وخرجت لك في الدوره الاقتصاديه نتاع تونس اعطينا الاحصائيات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.